كما وأثنى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون المثمر بين الوزارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين في كل ما يخص المواطن، مؤكدا بأن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف. بالنسبة لهذا البرنامج أعتقد في مبادرات جيدة، ونتطلع إن شاء الله كما عهدنا إلى تعاون القطاع الخاص في استيعاب العدد الأكبر من هذه الوظائف، هم المحرك الأساسي في الاقتصاد اليوم. النظام دي أيضا يسعى إلى تعزيز تنافسية العامل البحريني من خلال برامج التدريب المتعددة ومن خلال الاستثمار في الطاقات الموجودة حاليا وتهيئتها إلى مستويات أعلى وأرقى لتخدم سوق العمل المحلي. طبعا كدورنا احنا ايضا في الوزارة نسعى الى تطوير قطاع نامي جديد هو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا بدعم عدة مبادرات في هذا المجال ووضع خطة وطنية للخمس سنوات القادمة الى عام 2023، ونسعى ان شاء الله من تطوير هذا القطاع لخلق قطاع جديد نامي يوفر العدد الاكبر ايضا من الوظائف ويغير التفكير الأساسي من باحثين عمل إلى خالقين لفرص عمل.